العمل التي يفتخر الآن بإنجازه نسبة تفوق 70% من الدستور العرقي الواحد دون اعتبار رأي الأقليات اهتماما يذكر، وكأن الدستور العرقي يمثلهم رغما عن أنفهم. ولكن في الحقيقة الدستور الذي يشمل البعض ويقصي البعض لا تبنى بها الدول ولا يعترف به الأقليات، ما جعلهم يتساءلون أنفسهم أين العدالة بعد الثورة. فعلى الأقليات أن لا يسكتوا عن حقهم، وذلك بتظاهر سلميا، وأن يعملوا بعض الضجيج حتى يسمع صوتهم ويصل رأيهم، فلكل غيث قطرة. أما الساكت عن الحق فهو شيطان أخرس. حفظ الله ليبيا وشعبها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. شنداني يا مرزق ساحة شهداء ستيو شهداء شنداني نتبا يوم 17 رمضان أمور بكتا حر شنداني مرزق كوية هاتي كاعون لاندردر كوية هاتي غصو وين ديرتي كده نقولو كوية يا برما كل وين ديرتي كده نقولو يوم 17 رمضان با برما كل وين ديرتي دستورة لو كنت هاتي كتاب أخضر كنت كتاب أخضر أصنع كور كوية هاتي غصو وين هاتي حر بصفة قلبك لا تصير سبار بين ذات تداسي قدنا وهو كذلك بكرة تيسو بوزي أكوية حرف طيب الله أكبر. جاء من جاء وأبى من أبى، والرسالة وجهها إلى لجنة 60 والرئيس علي الترهوني. 60 على رؤوسكم والدستور في جيوبكم. والله سنكفوا أمام حمامات ولا دسوة تحت أقدامنا إذا تم إقصاء الأقليات، خاصة أقلية الثورة. الله أكبر. ونحن إذا تم إقصاءنا وتم استفتاء هذا الدستور في ليبيا سنقوم بإجراءات تصعيدية. سنقوم بإعلان إقليم تبوستان. سيبدأ من بوابة 17 وتنتهي عند حقل الشعلب. يخضع لحكم ذاتي. هذا نوجهه لكل العالم. ولكل من مجتمعين في قبة اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور. تنظر بيني زودا نقول زودا قول بيني زبو لو لا عدالة يقول تيكو لا زودا حقاً زودا قلنا سوسو قلنا سوسو